واو يا الهد السلام عليكم اليوم جايبكم لكم مقطع جديد اليوم جايبكم لكم فورتنايت شيك تناظر سحب على القناه وش تسوي يعني الله عذر عذرنا متمدد شكل عذرنا وحيد والله ما هو وحيد بس رئيسي النت خلونا ندخل على المقطع يبغى كل شيء كود اكتب شوف بي واشترك اذا ما انت مشترك الله يسعدك. الله في اس ال اول ثلاث حروف من كل حساباتي في السوشيال ميديا. خلونا ندخل على الجيم نوريكم المكان الخرافي الاسطوري. خلونا نوريكم مكان اللي هو لافش لير اتوقع اسمه زي كذا. راح ننزل في هذا المكان وراح لوت المنطقه حقت البوس. منطقه البوس راح يكون فيها اسلحه واتاتشمنت وراح نضيف اتاتشمنت او خواص للسلاح راح تكون اسطوريه. ويا نت ارجوك ارجوك يا نت. بس نبغى نصور بس المقطع واخرب طول اليوم عادي ما عندي مشكله يعني راح نحاول ننزل فوق هنا وراح نحاول نلوت ونجيب شيلد وبعدها ننزل على المنطقه على طول حقت البوس راح نحاول نجيب سلاح حق الشتقن الميثك ان شاء الله ان شاء الله لأن ما في احد احنا فوق والله ودي انزل هنا بس بيكون قريب منا يا اخي طيب خلونا ندخل هنا اوكي سلاح شتقن ممتاز الحين يبغى لنا شيلدات شيلدات بس. تكفى تكفى نت 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 ارجوك. والله تحت الدرج. ما كنا عند الدرج. لا اله الا الله والله الصوت مزعج. معقولة ما, ما في شيلد؟ هذا نفس المكان اللي دخلت معاه اصلا. هذا شو في قاعد ادور على نفس المكان. اوكي. قنابل تلصق. اوكي هذا شتكن. ابي شيلد بس. اوكي. سنايبر. شكويف. هات شكويف وهات الاسولت. والخزنة هذه فيها جولد. كل شوي اقول انزل ما انزل اصبروا كم ايوه راح قاعد يطق قاعد ما لصقته لا شلت شلت يا عمي اصبر عشان كذا اقول لكم رشيد والله يا ابو رشيد راح ننزل نفس المنطقه مره ثانيه ونشوف يعني قبل شوي ما لقينا شيلد وما خذينا اصلا سولت وسم شيء كثير تمنيت اني ما اخذ ثلاثه سولتات واطلق عليه فيه لان نقدر نذبحه لكن اهتميت بتنظيم اللوت اكثر من اني افكر اني اذبح هذا الشخص اللي هنا هذا الشخص ناشف حلو كم في شخص ارجوكم عشان انا ما عندي مشكله مع كل شيء الا النت يا يعني عادي اعطوني لوت ابو كلب شوفوا ما مدايت كله سبحان الله اوكي هذا بياخذ الاسلحه اللي هنا خلونا نروح الجهه اليسار نحاول ندخل هنا اوكي او مينز حلو حلو الشيء نبغاه من زمان يا رجال ترى يمكن يجونا باي لحظه كذا شويه موارد شكويف نبغى سولت بس والله نبغى سولت نبغى سمشين نبغى كل شيء اوكي ما في شيء خلينا نفتح الباب ذا يا عمي ايش ذا حلو تشيست ناخذ الشيء والله اصوات واجد يا عيال اصوات واجد كيف خلوه بعدين هذا واحد هنا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا <applause> <applause> عمي ذا ناشب لا وين راح هذا الثاني يا ساتر يا ساتر جلتش والله على بالي مفتوح المكان الله ياخذكم الله ياخذكم اصبروا من حاج بس لا حد يجينا ها لا حد يجينا خلوني بس ألوت كذا وأجرب اجرب اجرب الاسلحه يا اخي يمكن افوز في الجيم ما شاء الله مع ذا السهم تحت تقولون ليش فاتنزل؟ نزل اسف يعني بس احاول ادور حل والله العظيم شوف. امدا اتكلم ها ادري البعض يغث هذا الشيء اني كل شوي اجيب سا سالفه اللاج وانا كان نت الحالي يعني لا حد يقول اوه شو كانت حالك هذا نت ليت لحالي ما حد شابك عليه حتى جوال جوال ما شبكت عليه فيه يعني بس فورتنايت وسبحان الله لاق ما شاء الله الكريم اوكي يطلقون هنا في سلاح ناخذه سنايبر اوكي نحاول نلوت على السريع ذا المكان ما في شيء هنا وش المكان الغريب ذا انا شلون طحت فيه يا عيال وش المكان ما في لوت معقوله تستات اين انت يا تستات ما في الا سلاحين انت بس تصبر شوي لين نطلع من المنطقة تكفى حلو ماشين ممتاز ممتاز اتقل ممتاز حلو شغلك حلو شغلك ما في شيء انا ليش رقيت ما ادري والله خايف اني يطيح والله والله خايف اطيح أبود صح معي جرابلر انا ليش نسيت الجرابلر بانا شيل ثاني نشربه وبعدين ندخل على طول على البوت هذا او البوس او اللي او ترى ما نموت لان ثالث محاوله أرجوك كانت يعني. بس شوي بس شوي أيوه أيوه بس 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 معي بطاقة معي كل شي بس معي بطاقة معي كل شي خلاص تكفى افتح افتح يا سمسم ابوابك نروح لط... لا مو بالاطفال أنا أبغى أشوف هذا المكان أسلحتي كويسة كل شي كويس كسر هذه الأشياء جمع الجولد جاني جاني واحد حلو وش ذا؟ لا معي مثك ما يحتاج في واحد جايني طيب ناخذ هذا السماشين اتوقع ان نقدر نضيف عليه الاضافات سنايبر اوه حلو 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 اتوقع سنايبر نقدر ناخذ عليه اضافه من هنا اللي هي هذه حلو هذه مع ال والله ما ادري اندر بارل نشتري زي كذا اوكي كذا امورنا طبيعيه تمام كل شيء تمام نبدل على السلاح ذا هذا جاء والله النجا خايف منه والله اني خايف اصوات كثير <applause> طيب وينه سبيد ما ايه حط ذا ونحط ايش بعد هذا اتوقع ان كذا سنايبر حقنا كويس صح اي هذا كذا كويس اتوقع انه ما يحتاج ناخذ أسولت اصلا بس يعني خلنا ناخذ نحتاج نحتاج جولد يا ساتر يا ساتر الاشياء والله كميه الجولد مو طبيعيه اتوقع انه ما خسرنا شيء صح سمشين اسولت كل شيء كويس ان شاء الله ما في حد ونفقع الحين ما يجي ما مشكله المشكلة لو يو انا لو ما جاني اللاق والله اني داخل على الفايت حقه فجاه دخلني تحت البنايه ليه ليه يا الله بعطيها اخر تجربه طبعا هذا شاتجن صح؟ ايه <تس> فرينزي شاتجن ننزل للبيت ونحاول نجيب شيلد بعدها نروح على طول نتفاهم <تصفيق> <تصفيق> ابغى اعشق بس ابغى اعشق دقيقة ايش في طير ذا؟ خلاص انحشنا هل الحين الخواص تثبت عندي ولا ايش؟ ابي افهم ذا الشيء طبعا جولد قبل تصويبه هذه باي اتوقع انها هذه صح؟ انقلد مدري ايش؟ سي... اوكي شت كان حلو بس والله اني ما ادري يا اخي اخذه ولا اخذ ذا خلونا على ذا خلونا على ذا والله مصيبه كذا سولت 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 ادري اخذ هذا ولا اخذه طيب خلنا ناخذ هنا تصويبه اعوذ أيوة بالله أو اوزون حشنا, حشنا. أو ومدك بهيل شوي بس وصلنا 100 خلاص ارمي هذه افضل اضافه شفتها من ناحيه الشيلدات وذا الاشياء والله العظيم خرافيه وتمنيت من معي الاسلحه زي الناس يعني الاسولت اللي معي وهذا الاشياء خلنا ناخذ وان شاء الله نقدر نسوي شيء مع هذه الاضافات اللي اضفناها يعني انا شفت مقطع في اليوتيوب لنيك كي هو اللي سوى هذه الاضافات قال لنا افضل اضافات وزي كذا لكن لكن قاعد يستخدم سب ماشين كان اسولت لانه قاعد يوصل مسافات بعيده لو معنا سب ماشين بنفس غالبا بنترك الاسولت لما نحتاجه لكن انا استخدم السب ماشين شوف يا ساتر هذه لامه ولا ايش؟ خلونا نكسر ونطيحها جرابلر حلو خلونا نبدل اسولت سم بال اسولت خلي معنا جرابلر وهذا الشيء انه اتوقع انه بيفيدنا ان شاء الله يعني 10 جلا جلا 10 جرابلر كويسه مره كويسه ويبدا يعبي عادي حتى وانا بعيد اوكي يعني مو زي الكاتشر ذا فلاج اللي فوق والله انه خرجني <applause> <applause> اوكي بيج والله ما ادري اخذ البيج ولا جرابلر وش الفايت قدامي فايت لاك لاك لا لا يا اخي لا تكفى لا تكفى يا اخي الحمد لله فك اللاك اوه بوت ذا هذاك واحد ولا بوت ولا ايش شفته والله اللون نروح من هناك هذيك يكون قدامي على طول شفته شفته تبعها ايتي ما نزلت واو يا الهد شوف مع شيء كويس اني ما احب الوت وانا معي ذلاس يا ساتر وش ذا امزح احب الوت احب كم ميداليه اعوذ بالله وش ذا ما اقدر اخذ كل الميداليات والله وش ذا يا ساتر ذا كل شيء معنا كل شيء صوت مثك يا عيال وش ذا فلوتنا جامد كل شيء جامد الا النت ارجوك يا نت بس كمل شوي هنخلص نخلص الجيم هذا وننهي بسلام افضل طريقه ان نروح للزول يا عمي وش التحرك زبنه سيزون 1 عندي سيزون 2 ما ادري سيزون 3 اللي هو اللي ذابح اثنين اوكي بس شو اسوي والله ما لقينا ناس يا ساتر يا ساتر تبغى يطيحني ارجوك نهايه الجيم ارجوك ارجوك الله يستر الله يستر والله احس انه في ذا انه في البوش يا عيال وين راح؟ اوكي البوش، عطيتي 100 تعال لو لو تطيح ذي؟ اعطيها رقصه امينيم كوبي رايت كوبي رايت